في شهر ربيع الأول ويسمى ربيع المولد. هناك مناسبات سعيدة، أفراح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، العديد من المناسبات المهمة في هذا الشهر، ولكن الأفراح ما ابتدأت من هذا اليوم. ظلم كبير وقع على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذه الأيام، بدءا من الهجوم على بيت أمير المؤمنين والصديق الكبرى صلوات الله عليها، إلى استشهاد سيدنا المحسن عليه السلام. ولذا بعض العلماء يسمون هذه الأيام بالعشرة المحسنية. هذه أيام فيها ذكريات عديدة لمصائب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بعد استشهاد الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام من التاسع من ربيع الأول تبدأ أفراح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالمناسبات السعيدة العديدة. في هذه الأيام أيضا الإنسان يحضر مجالس حسينية. الإنسان بالنتيجة الأفراح ما ابتدأت، إذا الإنسان عنده شيء من الأفراح يرجعها إلى بعد استشهاد الإمام العسكري لعله يكون ذلك أولى.